أتذكر معك أخي الحبيب هذه الحقيقة التي تثبت صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سورة محمد ذاتها. اسم محمد ذكر في القرآن 4 مرات، احفظ هذا الرقم. اسم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تكرر في القرآن كله 4 مرات. والنبي كما نعلم عاش 63 سنة، وهذان الرقمان يميزان حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام، سواء في حياته في الدنيا 63 سنة عاش، وذكره في القرآن 4 مرات. إذن 63 في 4، احفظ هذا الرقم. الله عز وجل أنزل سورة اسمها سورة محمد، تحمل اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السورة وضع الله فيها دليلا على نبوته، دليلا على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. سورة محمد تتألف من 38 آية. في منتصف هذه السورة، يعني 38 تقسيم 2 يعطينا 19، الآية 19 يقوم عليها الإسلام، هي من أهم الآيات، وهي آية التوحيد. يقول الله فيها الآية 19 في منتصف أو مركز سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول الله فيها الآية رقم 19: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآن أخي الحبيب، الله عز وجل عندما أنزل هذه السورة رتب كل حرف في مكانه. كل حرف من حروف هذه السورة نزل بمقدار محدد. ففي النصف الأول من سورة محمد، أي ما قبل هذه الآية، لو بحثنا عن حروف محمد، الميم، الحاء، الميم، الدال، قلنا النبي محمد عاش حياة قدرها 63 سنة، وذكر عددا من المرات 4 مرات في القرآن. هل تتخيل معي أن حروف محمد في النصف الأول من سورة محمد يساوي بالضبط بالضبط تماما 63 مضروب في 4 252؟ تستطيع أن تتأكد من ذلك بنفسك أخي الحبيب. قد يقول قائل هذه مصادفة، ولكن لا صدفة في كتاب الله. ننتقل للجزء الثاني، أي من عند فاعلم أنه لا إله إلا الله إلى آخر السورة. العجيب جدا أننا لو بحثنا بنفس الطريقة عن حروف اسم محمد، أي ميم حاء ميم دال، سنجد عددها بالضبط 252 حرفا، أي 63 في 4. عمر الرسول مضروبا في 4 مرات، عدد مرات ذكر اسم محمد في القرآن. والله أيها الأحبة، يعني عندما نتأمل هذه الحقيقة لابد أن نزداد إيمانا ويقينا أن هذا القرآن كما قال الله عنه كتاب أحكمت آياته. وأختم أن حروف محمد في كل السورة يساوي 63 في 8، والثمانية هنا لها مدلول عظيم، وهي عدد أبواب الجنة. وأطول آية تصف الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، موجودة في سورة محمد. أطول آية تصف الجنة في القرآن هي الآية مثل الجنة في سورة محمد. وكأن هذه الأرقام تريد أن تقول لنا من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ذات الثمانية أبواب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.